كنعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحذر واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسويكلاص ونحضيو من الكليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمة، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمة. فوق الشتاء نزيد ونردو البال.